والمهابة الملك محمد السادس أدام الله عزه وخلد في الصالحات ذكركم. نعم أسيدي عزكم الله ونصركم. يتشرف هذه الأحزاب الشريفة رئيس جمعية مرشبي الأسري بمرتب أصالة عن نفسه ونيابة أعضاء الجمعية أن يرفع إلى مقامكم العالي بالله آية الولاء والإخلاص المشفوعة بصادق المحبة والوفاء لجنابكم مرتهلين إلى العلي القدير أن يمتع جلالتكم المنيفة بموفور الصحة والعافية وطول العمر. إن المجتمعين يا مولاي قد استحضروا توجيهات جلالتكم السامية التي تضمنها خطابكم المولوي الكريم في جميع المناسبات، واستقر عليه نظر جلالتكم السديد من قرارات حكيمة وما مرستموه يا مولاي من غايات نبيلة وخططتموه من مقاصد جليلة بهدف تجاوز كل المعيقات لاستكمال مقومات النموذج التنموي الديمقراطي الذي وضعتم يا مولاي أسسه ليكون نموذجا مغربيا متميزا عماده تنمية متناسقة مرتكزة على نمو اقتصادي متسارع يعزز التضامن الاجتماعي وقوامه تنمية مستدامة تراعي مستلزمات الحفاظ على منهج الحكامة الجيدة. إن رئيس الجمعية أصالة عن نفسه ونيابة أعضاء الجمعية ليؤكد لسيدنا المنصور بالله دام عزه وعلاه بهذه المناسبة تجندنا المطلق والدائم وراء جلالتكم الشريفة لإنجاح مسار التنمية الشاملة التي وضعت جلالتكم المحفوفة بالعناية الربانية أسسها وانخرطت فيه. ملتحمة كل مكونات المجتمع المغربي قاطعين العهد على أنفسكم الاطلاع بما طوقتموه به يا مولاي من شرف الأمانة ونبل الرسالة على الوجه الأكمل وما يخدم مصالح الوطن. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ الذكر الحكيم وأبقاكم ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنارا يهتدى به ومتعكم بدوام الصحة وطول العمر وأقر عينكم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزر جلالتكم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.